نرحب بكم مشاهدينا من جديد ونواصل هذه التغطية المستمرة حول العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. هو عدوان تواصل المقاومة ولا سيما سرايا القدس الرد عليه بإطلاق المزيد من الرشقات الصاروخية باتجاه المستوطنات في وقت أكد فيه مصادر فلسطينية خاصة للميادين أن كل التسريبات الإسرائيلية حول التهدئة كاذبة، وأشارت إلى أن العدو الإسرائيلي يحاول تكرار عملية الغدر التي حدثت يوم الجمعة مستغلا ضعف الوسطاء. وأكدت أن حركة الجهاد الإسلامي لا ترغب حاليا في الحديث عن هذا الموضوع رغم شدة الضغوط. وبالتزامن يواصل المستوطنون اقتحاماتهم للأقصى بحماية قوات الاحتلال واستمرار مواقف التنديد بنحو محدود يقترب من الصمت الذي رأى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه يعتبر تواطؤا وقبولا لفعل العدوان. إذن مشاهدينا، للمزيد من الإضاءة حول المشهد إن كان في قطاع غزة أو إن كان في التطورات في المسجد الأقصى واقتحامات المستوطنين المتواصلة، ينضم إلينا من غزة مراسلنا أحمد غانم، كما تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلتنا هناء ما حميد، وانضم إلينا هنا في الاستوديو السيد علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. نرحب بحضرتك سيد علي. طبعا سنعود إليك لمناقشة التطورات تداعيات ونحلل أكثر في المشهد. شكرا لحضرتك، ونذهب لأبرز التطورات الميدانية. ربما يتحرك الميدان بشكل متسارع في القدس هناء، ونضيء أكثر على المشهد لديك. كيف هي التطورات تحديدا لجهة الاقتحامات وداخل أسوار البلدة القديمة؟ Philistia! Go to your land! Go to your land! Philistia! This is Palestine! This is Palestine! اسكت ولا روح انزل، اتنيه هو يلا فيه اضربه، هو اضربه يلا اضربوه. انت ما تضربه، هذا انت ما تضربه، انت يلا تضربي انا. صور مع ريكورد عن الاشغال دي. هذا انت ما بتقدر تضربه، هذا يهودي يا عربي، هذا انت ما تقدرش تضربه. لا 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 يلا لا يلا لا 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 إذن مشاهدينا نتابع هذه المشاهد مباشرة. طبعا استفزازات مستمرة من قبل المستوطنين وعبارات عنصرية وتهديدية أيضا من قبل هؤلاء المستوطنين باتجاه أهالي القدس المحتلة، ونتابعها أيضا. طبعا هذه الاستفزازات مستمرة منذ الصباح، منذ بدأ الاقتحامات، وكان هناك حمة اعتقالات إن كان في باحات المسجد الأقصى من داخل المسجد الأقصى وإن كان من خارج هنا عند أسوار البلدة القديمة وبوابات البلدة القديمة، حيث تم الاعتداء على فريق الميادين واعتقال مصور الميادين محمد عشو والذي لا زال حتى الساعة معتقل. طبعا الاعتداء على معدات الميادين وكاميرا الميادين، إضافة إلى اعتقال صحفي أو مصور صحفي آخر لإحدى الوكالات الأجنبية. إذا نبقى مع هذه المشاهد وهذه التطورات في القدس المحتلة، لكن أيضا نتابع هذه المشاهد من غزة، ونذهب إلى زميل أحمد غانم أكثر ليطلعنا على المشهد هناك وتطورات. أحمد،
نعم دينا، لا تزال المقاومة تكثف من إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة. لم تتوقف صافرات الإنذار عن العمل منذ يعني فترة طويلة، يعني منذ ساعات، ونحن نلحظ كل دقيقة مستوطنات غلاف غزة يعني تدوي فيها صافرات الإنذار. ما كنا نتابعه الآن هي محاولات للقبة الحديدية للتصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية، وكانت باتجاه هذه الصواريخ باتجاه ناح العوز، مستوطنة ناح العوز شرق مدينة غزة، المستوطنة الأكثر إطلاقا عليها اليوم، أو التي أطلقت عليها المقاومة عددا كبيرا من قذائف الهاون والصواريخ، ربما هي نتيف عهسراء شمال القطاع، وأيضا في منطقة شاعر هانيجف، وأيضا كان هناك عسقلان والمجدل، تلقت أيضا مجموعة أو دفعة من صواريخ المقاومة، وتعيد المقاومة الفلسطينية بين الحين والآخر رشق هذه المستوطنات ناح العوز ونتيف عهسراء عسقلان والمجدل وغيرها من الكيبوتسات العسكرية بقذائف الهاون. نلاحظ أنه هناك عملية إرباك للقبة الحديدية، هناك عملية يعني الواضح أنه فعلا سراء القدس تنفذ تهديداتها بعملية استنزاف القبة الحديدية بقذائف الهاون أو حتى الصواريخ قصيرة المدى. الغارات الإسرائيلية تراجعت قليلا، رصدنا قبل نصف ساعة فقط أو أقل عملية استهداف أراضي زراعية أو أرض زراعية شرق مدينة غزة، لكن لم يبلغ عن وقوع إصابات. ألوية الناصر صلاح الدين أعلنت قبل قليل قصف موقع إسناد صوف العسكري شرق مدينة خان يونس برشقة صاروخية من طراز 107، وهذا النوع من الصواريخ مخصص لغلاف غزة إذ أن مداه قصير، وطبعا عملية إطلاق يعني عملية إطلاق سهلة، يطلق من مدفع أرضي، وأيضا يطلق بدفعات، يعني يمكن إطلاقه بدفعات ويمكن إطلاقه أيضا بشكل منفرد، لكن لأن هذه القذائف صغيرة الحجم نوعا ما فيمكن إطلاقها بدفعات قد تكون من 3 إلى 9 قذائف مرة واحدة، وبالتالي هذا يشكل ربما ضغطا في حال رشقت المقاومة رشقات كثيفة تجاه المستوطنات المحاذية للغلاف. طيب ها هي صافرات الإنذار مجددا في ناح العوز، بالفعل يبدو فعلا هي قذائف هاون، لأننا دينا لا نشاهد يعني الصواريخ وهي تخرج، بالعادة حين تنطلق الصواريخ نشاهدها، لكن قذائف الهاون لا تظهر أثناء عملية الإطلاق إلا في حال تصدت القبة الحديدية، نشاهد صواريخ القبة الحديدية في السماء فقط. طيب ابقى معنا أحمد لو سمحت، نذهب إلى السيد علي فيصل من جديد. نرحب بحضرتك سيد علي هنا معنا في استديو الميادين. حتى الساعة ما هو التقدير للمشهد لهذه التطورات، أيضا فيما خص هناك مصادر خاصة، مصادر فلسطينية خاصة تحدثت للميادين عن أن التسريبات الإسرائيلية حول التهدئة كاذبة، وبالتالي لماذا تسعى إسرائيل إلى تسريب معلومات عن تهدئة اليوم في اليوم الثالث، نستطيع أن نقول بأنه اليوم الثالث على بدء العدوان على غزة؟ دعينا أولا أن نوجه التحية لكم ولقناة الميادين ولمصورها الذي عانى معناه من هجمات المستوطنين ومن الاعتقال، والتحية موصولة لأبطال الأجنحة العسكرية، أبطال المقاومة في غزة، وأيضا لمن كان أيضا في جنين وواجه بكل إمكانياته تلك العمليات الإرهابية الإسرائيلية، وفي نابلس وفي تولكرم ورام الله وقلقيلية وطوباس، وحتى أبناء شعبنا في 48، وحتى حركة اللاجئين التي تنتفض اليوم دعما لقطاع غزة. والتحية أيضا موصولة لأرواح الشهداء الذين سقطوا جراء هذه العملية الإرهابية الغادرة التي تحاول إسرائيل من خلالها كسر إرادة الشعب الفلسطيني وكسر إرادة المقاومة وفرض معادلات جديدة على النقيض من معادلة الردع بالردع التي أنشأتها معركة سيف القدس. الأمور اليوم تسير باتجاه التصعيد واتجاه التواصل
والاستمرار في المواجهة مع هذا المحتل الإسرائيلي ومع المستوطنين الإسرائيليين سواء في غزة أو حتى في القدس في المسجد الأقصى. ولذلك نحن حينما يطلق على هذه المعركة معركة وحدة الساحات، هذه هي تتجسد في الميدان بين غزة وأيضا القدس وكل مناطق تواجد الجغرافيا الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وربما تتدحرج الأمور بشكل يستعيد سيناريو معركة سيف القدس بطريقة أخرى وربما بطريقة أكثر نوعية. حتى الساعة هل من معطيات حول ذلك؟ يعني هل المشهد يشي بتدحرج الأمور إلى مشهد مشاكل لمعركة سيف القدس؟ الأمور حتى الآن تشي بأن العمليات لا زالت محدودة، لكن ربما تتدحرج باتجاه أوسع، وهذا يتوقف على التصعيد الإسرائيلي وأيضا يتوقف على رؤية غرفة العمليات المشتركة لسير العمليات. حتى الآن عامل الوقت ربما يكون لصالح المقاومة ولصالح الشعب الفلسطيني، وبالتالي إسرائيل تحاول أن تدخل الوسطاء الآن لإيجاد مناخ من التهدئة، خاصة أنها تقول بأنها استطاعت أن تحقق ما تريده، وهي تخشى من انفلات واسع واتساع رقعة المعركة بشكل واسع بما يطول كل الجبهة الداخلية الإسرائيلية وكل المواقع الإسرائيلية على امتداد فلسطين التاريخي، حتى في الضفة الغربية وفي داخل القدس حتى المختلف. الضفة الغربية حركة الانتفاضة ربما تشتعل أكثر فأكثر، وهي اليوم تتهيئ وهذه التحركات الجماهيرية كبيرة. بالفعل سنطلع على الوضع أكثر أو سنناقش في هذه النقطة أكثر سيد علي، لكن نذهب إلى السيد أحمد الصفدي عضو هيئة العمل الأهلي والوطني في القدس من داخل المسجد الأقصى. نرحب بحضرتك سيد أحمد ونسأل عن الأوضاع داخل المسجد الآن. كنت معنا أيضا في صبيحة هذا النهار وكنت ترصد لنا الاعتداءات والاقتحامات، الآن كيف يبدو المشهد؟ أولا تحياتي لكم بهذه القناة، قناة عنوان المقاومة، وللرفيق علي فيصل المشهود له الرفيق الوحدوي الذي يؤكد على أن هذه المعركة وحدوية وتعبر عن وحدة الساحات وساحة واحدة أيضا هي ساحة فلسطينية، سواء من المسجد الأقصى المبارك أو من قطاع غزة أو من جنين أو من أي بقعة فلسطينية وأي نضال من الشتات. فعلا أن الاحتلال لا يبحث عن تهدئة، وهذا ما يشير مدى الاقتحامات، كثافة الاقتحامات من صبيحة اليوم واستمرارها حتى الآن بعد الظهر، اقتحامات كثيفة وأيضا على رأسها ما يسمى بن غفير وغلاة المستوطنين المتطرفين الذين يريدوا من ساحة وباحة المسجد الأقصى المبارك عنوانا لدعايتهم الانتخابية، كما بدأوا بشلال الدماء النازف في قطاع غزة الذي يضمي القلوب والعقول ويحرك الأحاسيس والمشاعر اتجاه أبناء شعبنا وأطفالنا الذين سفكت دمائهم أمام المجتمع الدولي ولا يحرك ساكنا، والآن يريد أن يستبيح المسجد الأقصى المبارك بما يسمى ذكرى الخراب، فليكن خرابا على رؤوسهم. ونحن متشبثين بهذا المسجد الأقصى لأنه فلسطيني عربي إسلامي هويته أصيلة لا يمكن تبديلها أو تغييرها بسلسلة الاقتحامات، مهما تعاظمت هذه الاقتحامات ومهما تعاظمت إجراءات الاحتلال بتكبيل ومنع المرابطين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك على بواباته بسلسلة مترابطة من الانتهاكات من الاعتقالات والإبعادات وسحب الهويات ومصادرة الهويات والاعتداء بالضرب وسحل المرابطين والمرابطات والاعتداء على الجسم الصحفي والإعلامي، كل هذه ما يقوم به الاحتلال في ظل أنه يتيح المكان والحيز ألا وهو المسجد الأقصى بالقوة للمستوطنين ليعبر على أن هذه الحكومة هي نفسها رؤوس الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تسفك دماء إخوتنا وأطفالنا وشهدائنا الأبرار الأكرم منا في قطاع غزة. وربما هذا أبرز تجلي سيد أحمد، لكن نسمع من حولك أيضا صيحات تكبير وصيحات مناهضة للاقتحامات، أليس كذلك؟ فقط لنسمع أكثر هذه الصيحات، وأيضا فقط لو نستطيع أن نرى المشهد لو سمحت. نعم صحيح، لأن سيد أحمد، طيب سنعاود الاتصال بالسيد
أحمد، بكل الحالات نرحب أيضا بالسيد عبد المجيد دنديس عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، انضم إلينا الآن من عمان. نرحب بحضرتك سيد عبد المجيد. اليوم هذا المشهد في المسجد الأقصى، حقل وصاية للمملكة الهاشمية على المسجد الأقصى، وبالتالي إسرائيل تسمح لنفسها بأن تمنع من تريد وتبيح لمن تريد بالدخول إلى المسجد الأقصى، أليس ذلك تعدي على حق الوصاية للمملكة الهاشمية على المسجد؟ أولا مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. أهلا بحضرتك. اسمحي لي بداية أن أتقدم يعني بالوفاء للشهداء والشفاء للجرحى اللي سقطوا أثناء العدوان الصهيوني المجرم الأخير على قطاع غزة. وبنفس الوقت أسجل كل التقدير والوفاء والعهد للقادة، قادة المقاومة الشهداء الذين يعني سطروا بالتأكيد دروس مهمة في المواجهة مع الكيان الصهيوني. لكن بالتأكيد الشعب العربي الفلسطيني، قوافل الشهداء التي قدمها من أبنائه ومن القادة، قادر على الاستمرار في المقاومة والمواجهة، وأن يكون هناك 1000 قائد جديد في إطار عملية الصراع المفتوح مع هذا الكيان الغاصب المجرم. حول سؤالك، بالتأكيد أن الخطوة الاستفزازية التصعيدية التي أقدمت عليها حكومة الاحتلال بالسماح لقطعان المستوطنين ولغلاة المستوطنين من أعضاء ما يسمى الكنيسة الصهيوني وعلى رأسهم المجرم بن غفير باستباحة المسجد الأقصى، يشكل تحدي حقيقي لهذا لما يمثل المسجد الأقصى من معاني لدى مئات الملايين من المسلمين على امتداد الكرة الأرضية وعلى امتداد الوطن العربي. وبنفس الوقت يمس بشكل مباشر الدور الأردني الرسمي بالوصاية الهاشمية على المقدسات، الأمر الذي يتطلب موقفا واضحا حازما اتجاه هذا الاستفزاز الصهيوني واتجاه هذه الخطوة، بالتأكيد على رفض وإدانة كل هذه الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وبنفس الوقت الإقدام على قطع كل الأشكال العلاقات معه وطرد السفير الصهيوني الذي يدنس عاصمتنا الحبيبة عمان، طرده واستدعاء سفيرنا من عاصمة الكيان. طيب هذا ما يستدعيه، لكن على مستوى التحركات الرسمية هل هي كافية؟ وأيضا هل يعني نستطيع أن نقول أنها متوافقة مع الخطوة وهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المسجد الأقصى؟ للأسف قرارات وبيانات وتصريحات الشجب والإدانة لن تقدم شيء للشعب الفلسطيني، ولا لشهدائه، ولا لحقوقه الوطنية الثابتة. إحنا عم نعيش واقع ومشهد رسمي عربي عنوانه هو الانهيار والتداعي والتسارع لعقد يعني الاتفاقيات مع الكيان ووجود سفراء عرب في عاصمة الكيان. هذا هو المشهد. وبالتالي إذا لم يكن طبعا إضافة لواقع الجامعة العربية يعني المفكك اللي يعني تم تغييب دورها وضرب دورها على الأقل فيما يتعلق بالحقوق الوطنية الفلسطينية وبقدرة الشعب الفلسطيني. طيب ابقى معنا. لا رهان كبير على موقف متقدم، لكن بالحد الأدنى مطلوب إيقاف هذا العدوان باتخاذ خطوات واضحة محددة يشعر من خلالها هذا الكيان المجرم أنه لن يستطيع الاستفراد بالشعب الفلسطيني. وعن هذه الخطوات سنسأل أكثر، وما هو دور الفعاليات الشعبية والفعاليات الحزبية أيضا في الأردن باتخاذ بالضغط باتجاه اتخاذ هذه المواقف؟ اليوم أو بالأمس كان هناك مطالبات وتحركات أمام السفارة أو بالقرب من السفارة الإسرائيلية تطالب بطرد السفير الإسرائيلي، لكن إمكانية الضغط وقدرات هذه التحركات على الضغط بهذا الاتجاه سنسأل عنها أكثر. لكن نعود إلى هذه المشاهد من داخل باحات المسجد الأقصى للسيد أحمد الصفدي. ربما تستطيع سيد أحمد أن تسمعنا.
طيب إذا هذه المشاهد للسيد أحمد الصفدي من داخل المسجد الأقصى، ربما أكثر تطلعنا الزميلة هناء محميد على الوضع هناك. كنا نتابع هناء هذه المشاهد من داخل باحات المسجد الأقصى، إنما هناك استفزازات كبيرة من قبل المستوطنين على مداخل المسجد، حديثينا عنها. نعم دينا، بالفعل يعني استفزازات واعتداءات متواصلة على المرابطين الفلسطينيين في داخل باحات المسجد الأقصى وأيضا خارج المسجد الأقصى، وهذا تزامنا مع اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى التي عادت وتجددت في تمام الساعة 1:30 بعد ظهر هذا اليوم، وهي ستتواصل حتى حوالي الساعة 2:30 دينا. طبعا قبل قليل كان هنالك ربما يعني شاهدتموه على شاشة الميادين بشكل مباشر اعتداء مهين على أحد المرابطين من الشيوخ عمليا في داخل باحات المسجد الأقصى، يعني سيد رجل في العقد السابع من عمره تم الاعتداء عليه بالضرب داخل باحات المسجد الأقصى، وعندما أيضا خرج يعني عند أيضا عملية اعتقاله في الطريق حتى مركز التوقيف، وفي داخل المركز كما قال لنا لأنه بعد يعني برهة من الوقت تم إخراجه من تحريره عمليا من عملية الاعتقال وإخراجه من مركز التوقيف، وهناك تحدثنا معه وقال لنا بأنه تم الاعتداء عليه أيضا بالضرب داخل مركز التوقيف، وفقط بعدما اقتنع عناصر الاحتلال في داخل الشرطة بأنه بالفعل يعني هو لم يعني هو رجل في 70 من عمره تقريبا يعاني من عدة أمراض مزمنة، وكان يعاني حقا يعني عندما كانوا يقتادونه إلى المركز، إضافة إلى أنه لم يقم بأي شيء يعني في داخل باحات المسجد الأقصى. قال لنا بحسب شهادته بأنه كان يجلس عندما قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، وبدأ عدد من الشبان بترديد هتافات الله أكبر، ومن ثم حاول عناصر الاحتلال اعتقال أحد الشبان في ذلك الوقت، حاول هو التدخل وحماية هذا الشاب، وفي الحال تم اعتقاله في من داخل باحات المسجد الأقصى. إذن يعني نتحدث عن اعتداءات متواصلة دينا، توتر كبير تشهده مدينة القدس منذ صباح اليوم، و نتحدث أيضا عن أعداد كبيرة هائلة للمستوطنين الإسرائيليين الذين قاموا باقتحام باحات المسجد الأقصى منذ صباح هذا النهار، أكثر يعني من 1800 مستوطن إسرائيلي قاموا باقتحام باحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم ضمن إحياء ما يسمونه بذكرى خراب الهيكل، ناهيك أيضا عن الاعتداءات والاستفزازات التي قاموا بها للمواطنين الفلسطينيين وللأهالي من أهالي سكان مدينة القدس البلدة القديمة تحديدا في شوارع وأزقة. نعم هناء، طيب ابقى معنا هناء لو سمحتي، ونبقى مع هذه المشاهد من داخل باحات المسجد الأقصى وأيضا مشهد لقطاع غزة، لكن نعود إلى ضيفنا في الاستوديو السيد علي فيصل. سيد علي، كنا نتحدث عن وحدة الساحات، لكن سعت إسرائيل من خلال أكثر من خطوة بتفكيك الساحات بعضها عن بعض، اليوم هذا التأزيم الإضافي في ما خص أو داخل القدس تحديدا في المسجد الأقصى ربما أتى بنتائج عكسية على كيان الاحتلال، وبالتالي لماذا أصرت إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوة بالسماح للمستوطنين ولنواب في الكنيسة على رأسهم بن جفير بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى؟ الهدف، هل هناك أهداف سياسية، أهداف تتعلق بالأمن أم ماذا، أو بصورة إسرائيل من خلال هذه الخطوة؟ إسرائيل تحاول من خلال هذه الحكومة المتطرفة، حكومة المستوطنين وأيضا غلاة المستوطنين في الكنيسة الإسرائيلية وعلى رأسهم إيتمار بن عفير، أن تفرض وقائع جديدة بالنسبة للقدس وبالنسبة للمسجد الأقصى، وهذه الوقائع حاولتها مرارا ولكنها لم تنجح، لا في معركة التقسيم الزماني والمكاني ولا في معركة
البوابات الإلكترونية، ولا في معركة التطهير العرقي في حي الشيخ جراح، ولا أيضا في باب العمود، لأن شعبنا الفلسطيني في القدس وبكل مكوناته انتصر للقدس في معركة سيف القدس، وبنى معادلة واضحة أنه لا يمكن الاستفراد بالقدس وغزة صامتة، أو لا يمكن الاستفراد بشعبنا في 48 والقدس وأيضا الضفة صامتة، ولا يمكن الاستفراد باللاجئين والمكونات الأخرى. هذه وحدة الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، وحدة أشكال المقاومة الفلسطينية ل 12 مليون فلسطيني موجودين في الميدان. واليوم إذا ما تطور الوضع أكثر فأكثر ستجدين هذا السيناريو بطريقة ربما متنوعة وربما مختلفة، لكنه يسعى باستمرار لتكريس معادلة الردع بالردع، ووحدة الساحات الفلسطينية، وحدة المقاومة، وحدة الانتفاضة، وحدة الشعب الفلسطيني في الميدان، مهما حاولت إسرائيل أن تذر الرمادة في العيون وأن تقول أنها نجحت بالاستفراد في الجهاد وحيدت الأخوة في حماس، أو هذا كل أضاليل لا يمكن أن تنطلي على أحد. وهذه قضية جد حساسة لدى الشعب الفلسطيني وجد قيمة في هذا المجال. وربما أيضا إسرائيل في على أبواب المعركة الانتخابية تريد أن تحول المسجد الأقصى إلى صندوق انتخابية، خاصة هذا بن غفير التي تشير الاستطلاعات أنه سيتحول من كتلة صغيرة برلمانية إلى كتلة كبيرة على حساب الدم الفلسطيني وعلى حساب المقدسات. وأنا أعتقد أن أهل القدس لن يسمحوا بمرور مثل هكذا سياسة، ولن يسمحوا أيضا بفرض معادلة جديدة. القدس ستبقى عاصمة للدولة الفلسطينية، ستبقى مانعة ومواجهة للتطهير العرقي وللتهويد وأيضا للأسرلة والاستيطان وأيضا لعمليات التهجير التي تجري بين فترة وأخرى، وأهل القدس موحدون ومن خلفهم كل الشعب الفلسطيني ومن خلفهم أجنحة عسكرية ناهضة نابضة في قطاع غزة موحدة في المواجهة. اليوم تجدين أن هناك مواجهة في غزة من جهة وأيضا في الضفة الفلسطينية من جهة أخرى، وأن هناك تحرك واسع لكل أبناء شعبنا في قلب الضفة وأيضا في مناطق اللجوء والشتات وفي قلب المناطق المحتلة عام 48 في حفحة وعكا واللد والرملة. اليوم تجدين أيضا المظاهرات في كل المخيمات في لبنان، وأيضا حتى في الجاليات هناك تداعيات كبيرة الآن، تحركات كبيرة على مستوى الجاليات في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا وفي كل أماكن تواجد الشعب فلسطيني. وهناك أيضا حراك شعبي عربي ناهض شاهدنا منه في الأردن ونشاهد منه غدا في المغرب وفي أكثر من مكان، وأيضا حركات شعوب العالم وحركة المقاطعة الاقتصادية الآن تدب بالحركة وفي ميدان المواجهة، لأننا ليس فقط ننشد وحدة الساحات الفلسطينية بل وحدة الساحات المقاومة في لبنان وفي سوريا وفي إيران وأيضا على مستوى يعني العالم. المشهد الذي تتحدث عنه جميل، هو ربما يرفع الروح المعنوية الفلسطينية والعربية، لكن هل هو كافي من دون أي قرار على مستوى الحكومات العربية بداية وعلى مستوى سياسات الدول بخصوص ما يجري اليوم إن كان في قطاع غزة وإن كان باتجاه المسجد الأقصى؟ أنا أعتقد أن الرهان عقيم على الحكومات العربية وعلى النظام الرسمي العربي وعلى المطبعين في هذا السياق، الرهان على الشعوب العربية والرهان على وحدة شعبنا وعلى مقاومة شعبنا وعلى كل قوى المقاومة في المنطقة وعلى كل أحرار العالم وعلى التوازنات الدولية الجديدة الناشئة التي تقول أن أمريكا ليست كلية القدرة وأنها لم تعد تتفرد بالنظام العالمي، هناك تعدد الأقطاب، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل اليوم تحت شعار أن إسرائيل تقوم بعملية دفاع عن نفسها، وهذا ليس مستغربا ونحن في هذا اليوم نتذكر مأساة هيروشيما التي كوتها أمريكا بالسلاح النووي، وإسرائيل الآن تكوين بسلاح أيضا محرم دوليا وهي تمتلك سلاح نووي وأمريكا تدعمها وتحميها في هذا السياق، خاصة في جولة بايدن الأخيرة وإعلان القدس الذي قدم لها مساعدات عسكرية وسياسية ومحضها من جديد في خطة ترامب التي لازالت تتداعى فصولا
وخطة الضم الإسرائيلية، ولذلك الرهان هنا معقود. لكننا سنبقى نطالب هذه الحكومات بموقف يدعم الشعب الفلسطيني، بموقف يقول إلى وقف التطبيع، وأيضا طرد السفراء الإسرائيليين وسحب السفراء العرب من إسرائيل، لأن إسرائيل لا تقيم قيامة لا لقرارات الشرعية الدولية ولا لأي عملية سلام، بل هي تمارس عمليات إرهاب قتل وترتكب مجازر في قطاع غزة مرارا وتكرارا، وحولت القطاع إلى ما يشبه محارق للأطفال. لكن أطفالنا سيبقون يقولون نحن الصغار الذين نمتشق راية الكبار ونواصل النضال، وهذا ليس كلام إنشاء، إنما نحن نمارسه في واقع الميدان على يد رجال المقاومة، على يد أطفالنا الذين يخرجون من تحت الركام وهم أكثر بأسا في مواجهة هذا الاحتلال، وحتى وهم جرحى يقولون بأنهم ويرفعون إشارة النصر ويقولون نحن إلى جانب المقاومة، نحن مشاريع مقاومة. على هؤلاء نراهن، على شعبنا، على وحدته، على مقاومته، وعلى شعوب أمتنا العربية، والتي تحاول إسرائيل أن تخلط الحابل بالنابل في هذا الوقت، لأنها مربكة ولأنها لا تستطيع أن تواجه كل هذه الأطياف من قوى المقاومة، وأيضا من حركات الشعب الفلسطيني التي أيضا تقول بضرورة إنهاء الانقسام، استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة ما اتفقنا عليه سواء في المجلس الوطني أو مخرجات الأمناء العامين. فيما خص هذه النقطة سنعود إليها، لكن سيد عبد المجيد، على صعيد التحركات في الأردن وأشار إليها السيد علي فيصل، ما هي الخطوات الممكنة والمتاحة أمام هذه الفعاليات اليوم بغيت الضغط على الحكومة من أجل اتخاذ موقف يعني صريح وعلني وقوي إزاء هذه الاعتداءات الإسرائيلية، ليس فقط على حقوق الفلسطينيين إنما أيضا على حق الوصاية للمملكة الهاشمية على المسجد الأقصى وانتهاك هذا الحق الدائم والمستمر من قبل سلطات الاحتلال؟ أكيد، إذا سمحتي لي خليني يعني أربط المسائل يعني مع بعضها. في إطار التأكيد على الوحدة الميدانية لقوى المقاومة التي تخوض المواجهة المفتوحة مع الكيان الصهيوني، بالتأكيد الموقف الشعبي العربي يشكل عامل إسناد ودعم حقيقي للمقاومة البطلة التي تخوض المواجهة، ودون ذلك لا رهان إطلاقا على أي موقف رسمي للحكومات العربية. لكن المطلوب على المستوى الشعبي، وهذا ما بدأنا فيه بالأمس مساء بالاعتصام بالقرب من سفارة الكيان، شعارنا الرئيسي هو تنظيف العاصمة عمان من هذا السفير المجرم وقطع كل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني. وبالتالي يجب أن نشهد في كل الساحات العربية، في كل المواقع، على المستوى الشعبي تحرك جدي حقيقي يسند الشعب الفلسطيني ويسند المقاومة الفلسطينية. هذا بالتأكيد في مقدمة الاهتمامات والمطالب على المستوى الشعبي في ظل حالة التداعي والانهيار التي يعيشها النظام الرسمي العربي. بتكامل هذا الموقف بالتأكيد مع قوى التحرر في العالم، مع الدول التي تؤكد على وقوفها إلى جانب حقوق الشعب العربي الفلسطيني ودعمها لهذه الحقوق. هذه المعادلة بالتأكيد قد تحدث شيئا من الحضور والتغيير في المشهد الدولي في ظل الانحياز الأمريكي الفاضح للكيان الصهيوني، وكلنا سمعنا وتابعنا التصريح الذي صدر بعد العدوان الصهيوني على غزة بتأكيد حق الكيان الصهيوني بالدفاع عن نفسه. وبالتالي ليس مستغرب، ليس جديد، الأمر يتطلب فعل شعبي حقيقي داعم للشعب الفلسطيني لمقاومته، تكامل ساحات المحور المقاومة باتجاه مزيد من الضغط على الكيان الصهيوني لردعه للتوقف عن الاستمرار بالعدوان على الشعب الفلسطيني، مع الحراك الشعبي العربي الضاغط على الحكومات العربية لقطع العلاقات مع هذا الكيان المجرم وطرد السفراء وتنظيف العواصم العربية من هؤلاء المجرمين. طيب، هذا على صعيد القرار الشعبي أو التحركات الشعبية في الدول العربية، لكن سيد علي اليوم ماذا عن أو كيف نقيم ونقدر حتى الساعة تحركات المقاومة الفلسطينية تحديدا سرايا القدس؟ يعني اختارت إسرائيل ربما حركة الجهاد الإسلامي سرايا القدس ربما بحسب تفكيرها وبحسب قناعاتها بأنه أقل قدرة من القسام اليوم. هل شكلت تحركات سرايا القدس صدمة ومفاجأة
بالنسبة لكيان الاحتلال، خصوصا فيما خص المراحل التي اتبعتها توسيع المدايات وأيضا مروحة الاستهدافات في بصواريخها على، يعني نستطيع أن نقول بأنها غطت مساحة كبيرة من الأراضي المحتلة، وصلت اليوم إلى النقب الغربي، وبالتالي هذا التدريج، هذه الاستراتيجية، هذا التكتيك الذي تتبع سرايا القدس اليوم، كيف يقيم من الجانب الإسرائيلي؟ لا أعتقد أن إسرائيل أخطأت في الحسابات كثيرا وفي الحاسوب الذي لا يمكن أن يكون عند مستوى نبض وقدرات المقاومة التي اختزنت سواء عند سرايا القدس أو كتائب المقاومة الأخرى، كتائب المقاومة الوطنية للجبهة الديمقراطية أو كتائب أبو علي مصطفى أو حتى كتائب القسام التي أيضا اختبرت في أكثر من مكان وأبلت بلاء حسنا في هذا. ولذلك نحن نقول أن اختيارها فيها كل مرحلة تختار عنوان معين، لكن كل اعتداء على أي جناح من الأجنحة العسكرية أو على أي مناضل أو مقاوم فلسطيني أو أسير فلسطيني واعتداء على الكل الفلسطيني، هذه الخصوصية التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني، هذه الوحدة في الموقف وفي الأداء الفلسطيني هو الذي لا تحسب له حساب إسرائيل، ولكن تحسب حساب أنها تحاول أن تكسر هذه الإرادة، إرادة المقاومة، وحدة المقاومة، وتحاول أن تذر الرماد في العيون وتقول أن هناك خلافات معينة، علما أن غرفة العمليات أخذت قرارها بشكل موحد، وربما العمليات تأخذ أشكالا متعددة في كل مرحلة، تأخذ نوعا من الأنواع بهذا الشأن. وأعتقد أن الأخوة في سرايا القدس لديهم من القدرات التسليحية والمهارات الميدانية ما يمكنهم إلى جانب الأجنحة العسكرية الأخرى أن يواجهوا بشكل موحد في إطار غرفة العمليات المشتركة، وربما لا زلنا في بداية الطريق وهناك مخزون كبير لقوى المقاومة كما تتحدث كل هذه الأجنحة في هذا المجال، وهناك مخزون شعبي هائل أيضا، بيئة مقاومة كاملة تدعم هذه الأجنحة العسكرية، وهذا ما لا تحسبه إسرائيل، وبيئة وطنية فلسطينية، خذي مثلا جنين نموذجا لهذا، وأيضا حاولت إسرائيل أن تضرب هذه الحالة الثورية في جنين من خلال اعتقال الشيخ بسام السعدي، وأيضا ممارسة اجتياحات متكررة إلى لجنين وأيضا حتى نابلس، وتضرب وتعتقد أنها باغتيال واعتقال القادة والمناضلين أنها تستطيع أن تكسر الإرادة. يعني نستطيع أن نقول بأن جنين وما جرى في جنين والمقاومة شكل حالة ردع بالنسبة لل يعني حركة ردع من قبل الفلسطينيين، وأيضا هز صورة قوات الاحتلال داخل مخيم جنين. اليوم إسرائيل تسعى إلى تحسين وترميم صورة ردعها من خلال تنفيذ هذه الاغتيالات والعمليات الغادرة، وبالتالي هل نجحت إسرائيل فعلا من خلال هذه العمليات؟ إطلاقا إسرائيل الآن في حالة ارتباك، وكل منظومتها الأمنية والعسكرية لا تعرف كيف تخرج من هذه المعركة. من السهل أن تدخل بقرار هذه المعركة وأن تغتال أو تعتقل القائد من هنا أو من هناك، لكن من الصعب جدا أن تتحكم بمجريات هذه المعركة عند مقاومة فلسطينية لها الحق بإطار حركة تحرر أن تواجه هذا الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك هم حتى يريدون أن يوظفوا هذه المعركة في العملية الانتخابية القادمة الأجنحة المقاومة. ونحن نقول كجبهة ديمقراطية أنه لا يمكن أن يكون الدم الفلسطيني صندوق انتخابية لصالح هذا الحزب أو ذاك أو لصالح هذا الائتلاف أو ذاك، المقاومة الفلسطينية تمهر دمها في صندوقة انتخاب لتحرير أرضها، لإنهاء هذا الاحتلال، لبناء دولة فلسطينية مستقلة بعاصمة القدس وعودة اللاجئين، هذا ما نذرنا أنفسنا إليه. وستجد إسرائيل أنها في ورطة كبرى إذا ما ازداد الوقت، وعامل الوقت هام جدا بالنسبة لنا كفلسطينيين ومرهق بالنسبة لإسرائيل، وأيضا ستجد أن جبهتها الداخلية باستمرار بعرضة لصواريخ المقاومة على امتداد فلسطين التاريخية، وإن كانت الآن محصورة بأكثر من غلاف غزة وإلى جنوب عسقلان وحتى تل أبيب، فإنها يمكن أن تطاول أهدافا أكثر، وإسرائيل تحاول أن تسعى مع وسطاء لوقف المعركة عند هذا الحد، ولكن المقاومة الفلسطينية متنبهة أن هذه المعركة لن تقف إلا عند حدود
المفروض تثبيت قاعدة اشتباك ثابتة تقوم على الردع بالردع، وأن الاحتلال ليس كلي القدرة وليست يده العليا، إنما يد المقاومة كما كانت في معركة سيف القدس ستكون هي العليا، وستفرض شروطها بفعل الزمن، بفعل الصمود، بفعل الثبات، بفعل دعم الشعب الفلسطيني واحتضان الشعب الفلسطيني لها وشعوب أمتنا العربية وأحرار العالم. ولذلك ندعو الدول العربية والحكومات العربية لتتحرك على المستوى الدولي لوقف هذا العدوان في مجلس الأمن، في الجمعية العامة، في المنظمات الحقوقية، حتى يقف هذا العدوان، تقف جرائم الحرب وبحق الشعب. هنا ساعة ذاك نقول أن هناك جدية لدى هذه الأنظمة العربية، وأن تضغط على هذا الاحتلال لكي يوقف هذا العدوان، حتى الدول التي تطبع معه. ولكن بهذا السياق نراهن، قلت مرة أخرى، على شعوبنا وعلى أحرار العالم. وبذلك نقول أن البرلمانات العربية هي المدعوة الآن إلى وقفة، وكما وجه المجلس الوطني ورئيسه دعوة للبرلمانات العربية والبرلمانات الدولية لكي تتحرك من أجل نصرة الشعب الفلسطيني ومن أجل وقف هذا العدوان. وأيضا ندعو منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية لكي تتحرك أكثر وأكثر بفعالية لكي نعاقب هذا الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبها، وخاصة هذه المعركة الأخيرة التي مارس فيها القتل، وأيضا تحت عنوان معارك عمليات استباقية بالفعل. وأيضا مارس فيها الاعتقال. طيب، هذه العمليات الاستباقية سنسأل عنها أكثر، لكن مراسل الميادين في غزة يتحدث الآن عن أن سرايا القدس تقصف مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية جديدة. سنعود إلى هذا التفصيل، لكن سيد عبد المجيد نسألك أكثر. إسرائيل تحاول الترويج لأنها تسعى إلى تهدئة، لكن في نفس الوقت هي تؤزم الساحات وصولا إلى اليوم. يعني بدأت بتأزيم الساحات في جنين من خلال الاقتحامات الواسعة والمستمرة والاعتقالات، وصولا إلى اعتقال الشيخ السعدي، تنفيذ عملية الاغتيال بحق المسؤول في سرايا القدس تيسير الجعبري، واليوم أيضا تنفيذ عملية اغتيال أخرى بحق خالد منصور إلى جانب رفاقه، وأيضا تؤزم اليوم الساحات في القدس وتفتعل أو تقوم بحملة اعتقالات واسعة وكبيرة في الضفة الغربية. وبالتالي كيف نفهم أو لماذا تسعى إسرائيل إلى هذا التأزيم في أكثر من ساحة هي فعلا تتخوف منها، إن كان في غزة أو في القدس أو في الضفة الغربية وتحديدا جنين؟ مصادر تخوف كبيرة بالنسبة للإسرائيلي، لماذا تسعى إلى التأزيم في هذه النقاط؟ أكيد نحن أمام مشهد بالحالة الفلسطينية نرى من خلالها أن كل ما جرى خلال العقدين الماضيين أو أكثر منذ توقيع اتفاقية أوسلو كان في محاولات تحت ما يسمى خلق جيل فلسطيني جديد، وبالتالي مفاهيم السلام والتعايش وحسن الجوار وغيره من الشعارات الفارغة المضمون اللي ما بتقدم ولا بتأخر. كل هذه الثقافة اللي حاولوا تكريسها بالمجتمع الفلسطيني، جاء الوقت الآن وكان محطة معركة سيف القدس محطة فاصلة ليثبت ويؤكد الشعب العربي الفلسطيني أن تمسكه بخيار المقاومة وبثقافة المقاومة هو الخيار الرئيسي في المواجهة. وهذا ما نشهده الآن في مدن الضفة الغربية، ما نشهده في الجزء المحتل من فلسطين عام 48 في إطار عملية مواجهة جماهير شعبنا لمحاولات التهويد والأسرة ومحاولات تغييب الهوية الوطنية الفلسطينية، إضافة للدور الحاسم الرئيسي الذي تقوم به المقاومة في من خلال قطاع غزة. ترابط هذه المناطق اللي تمثل بشكل أساسي في معركة سيف القدس أكد وحدة هذا الشعب اللي راهن كثيرا العدو الصهيوني على إمكانية ضربها، راهن على إمكانية كسر إرادة الشعب الفلسطيني، لكن الوقائع والمجريات والمعطيات التي تؤكدها حتى هذه المعركة بالتأكيد لن يستطيع هذا الكيان كسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولن يتمكن من هزيمته مهما حاول، من إجرام وقتل ومطاردة واعتقال وهدم بيوت ومصادرة أرض لا يمكن، لأن هذه معركة مفتوحة لن تتوقف إلا بكنس وزوال الاحتلال عن الأرض العربية الفلسطينية. وخيار المقاومة هو خيار الشعب الفلسطيني وخيار شعوب الأمة العربية
الذي يتكرس ويتعمق يوما بعد يوم في إطار عملية المواجهة. كل الحكومات التي وقعت مع هذا الكيان المجرم، هذه اتفاقيات حكومات لا تعني الشعوب، وأنا أتحدث عن شعبنا العربي الأردني. معاهدة وادي عربة لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، ولم ينجحوا منذ أكثر من 25 عام على توقيع الاتفاقية على إمكانية إحداث اختراق في جدار الشعب الأردني. طيب انضم إلينا الآن، هذا هو موقفنا الذي نؤكده كل يوم. طيب انضم إلينا الآن السيد منذر الحايك، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح في قطاع غزة. ربما نسألك أكثر، نرحب بحضرتك طبعا سيد منذر، ونسألك أكثر عن الأوضاع داخل قطاع غزة. ماذا عن تنسيق ما بين الفصائل حتى الساعة، وموقف حركة فتح وكيفية تحركاتها إزاء هذا الاعتداء والعدوان المستمر على قطاع غزة، وما يجري أيضا لابد أن نسأل بخصوص المسجد الأقصى؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الأعزاء، تحية للقدس وتحية لغزة، تحية لوحدة الجغرافيا ما بين القدس وما بين غزة التوأم وما بين جنين ونابلس وكل الوطن. الاحتلال يعتدي على غزة بهذه الطريقة الوحشية الإجرامية الفاشية، لأنه يعتقد أنه صاحب رواية صحيحة، لكن نحن في غزة نؤكد أننا سوف نصد هذا العدوان المجرم كما صديناه في حركة فتح ومعنا كل الفصائل في جنين وفي نابلس، واليوم كذلك في المدينة المقدسة هناك المرابطين يدافعون عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. موقف فتح واضح، وهناك اتصالات حثيثة من الرئاسة الفلسطينية ومن القيادة الفلسطينية باتجاه كل المجتمع الدولي وباتجاه الوسطاء من أجل وقف العدوان على غزة. إسرائيل تقتل بلا هوادة، تقتل المدنيين، ترتكب مجازر، ارتكبت مجزرة جباليا، ارتكبت مجزرة رفح. هذه المشاهد المروعة التي ترونها أنتم على شاشات التلفاز، غزة تقصف وتذبح من الوريد إلى الوريد، وللأسف هناك صمت وعجز دولي وصمت وعجز عربي أمام هذه المشاهد التي ترونها أمامكم. أشلاء الأطفال متناثرة في شوارع غزة، والاحتلال معتقدا أنه يريد بهذه الصورة أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، لكن نحن نقول له لن ترتفع الراية البيضاء، غزة صامدة، القدس هي لنا، نحن ندافع عن آية في سورة الإسراء. لا يمكن أن نهزم ولا يمكن أن نقتل ولا يمكن أن ندفن في هذه الأرض إلا ونحن مرفوعي الرأس، لأننا نقاتل عن أولى القبلتين وثالث الحرمين، ونقاتل عن عزة وكرامة غزة الصامدة دوما في وجه هذا العدوان المجرم. طيب سيد منذر، حضرتك تتحدث عن الضفة وعن القدس، وأيضا تتحدث عن اتصالات تقوم بها الرئاسة الفلسطينية بغية إيقاف هذا العدوان، لكن ماذا عن الاتصالات والوساطات أيضا التي يتم الحديث عنها، مع أي جهات، وما هي شروط المقاومة تحديدا؟ ربما نسألك حضرتك على اطلاع شروط الجهاد الإسلامي اليوم في مخص هذه المعركة، وأي حديث عن تهدئة برغم من أنه جهاد الإسلام تحدثت بأنها ليست معنية بأي جهود وساطة حتى الساعة. يعني المهم الشرط الأول هو وقف العدوان. إسرائيل كما ترون هذا العدو المجرم يقصف غزة بدون أي مراعاة لا للقانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني ولا لقرارات الشرعية الدولية، بل العكس، هو يقصف بحماية أمريكية واضحة وبصمت دولي عاجز عن الوقوف أمام هذا الاحتلال، أو حتى لا يريد هذا العالم أن يتجاوز عقدة الكيان المزروع وظيفيا في منطقة الشرق الأوسط. الشرط الوحيد الأول يجب أولا وقف العدوان، ومن ثم يكون هناك حديث. غزة تقصف، الجهاد يقتل أبناؤه، عشرات الفتحاويين من أبناء حركة فتح صلينا عليهم اليوم في صلوات الجنازات، هم أبناء للحركة ومواطنين عاديين يقتلون. لذلك نحن نريد بالبداية وبأول الكلام أن يوقف العدوان عن غزة، ومن ثم يكون هناك الحديث عن مفاوضات ومباحثات. لكن ما تجريه الرئاسة اليوم والقيادة الفلسطينية وهي تطالب أو طالبت، وسيكون غدا عقد لمجلس الأمن الدولي من أجل إلزام الاحتلال بوقف العدوان، هذا ما يهم حركة فتح وهذا ما يهم القيادة الفلسطينية، هو وقف المذابح والمجازر ضد الشعب الفلسطيني. الآن كما قلت وأكرر، غزة تذبح. عندما ترينا مشهدا لأب يفقد ابنه الوحيد وآخر مصاب لا يستطيع أن يودع ابنه الشهيد، وهناك أم تبكي وهناك أطفال يقتلون، ك
كانت طفلة آلاء القدومة من السجعية وهي طفلة صغيرة. نعم كل سيدي. هذه المشاهد ونحن نرى بالمقابل هناك عالم عاجز وصامت ولا يريد أن يتدخل إلا بالإدانة الخجولة. ولذلك المطلوب الآن وقف هذا العدوان، وهذا ما تجريه القيادة الفلسطينية والرئاسة نعم. الفلسطينية وحركة فتح تريد أن تؤكد أنها في الميدان موجودة حتى يكون واضح أمام العيان أن فتح موجودة في الميدان جنبا إلى جنب مع الجهاد الإسلامي ومع كل الفصائل الفلسطينية. لكن كوني ليس متحدثا باسم الأجنحة العسكرية، أنا أقول باسم فتح. فتح ستبقى وفية لدماء الشهداء ومستمرة في نضالها، ليس فقط هنا في غزة، أنتم ترون مشهد الحركة في جنين وفي نابلس وكذلك في المدينة المقدسة. ولذلك نحن نؤكد اليوم أن وحدة الجغرافيا هذا ما أوانيه، أن القدس وغزة توأمان ونابلس وجنين مع غزة، وكلنا جميعا في وحدة الجغرافيا أكثر من وحدة الساحات. وحدة الجغرافيا في نعم فلسطين هي الأهم، أن نتوحد جميعا من أجل صد كل المشاريع التصفية وكل الاعتداءات المتكررة على غزة وعلى نابلس وعلى جنين وعلى القدس. وبالفعل هي الوحدة مطلب مشترك بين جميع الفصائل وجميع أيضا يعني كل الشعب الفلسطيني. السيد منذر الحايك المتحدث الرسمي باسم حركة فتح في قطاع غزة، شكرا جزيلا لحضرتك، حدثنا من غزة. أيضا نشكر السيد عبد المجيد دنديس عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطية الأردني، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا لحضرتك سيد عبد المجيد. كما نشكر السيد علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جزيل الشكر لحضرتك. كنت فقط أريد سيد أن أضيف جملة واحدة طفل. أنه آن الأوان لكي فعلا نجلس إلى طاولة حوار وطني ونستعيد الوحدة على قاعدة ثابتة على منهج المقاومة ومنهج الانتفاضة، عملا بما اتفقنا عليه في مخرجات الأمناء العامين والمجلسين الوطني والمركزي، وتنهى كل العلاقات مع هذا الاحتلال الإسرائيلي عملا بهذه القرارات، لأن هذا الطريق هو الذي يوحد كل المكونات، كل الجغرافيا، كل الديموغرافيا الفلسطينية. التحية للشهداء والتحية للمقاومة وشكرا لكم في هذا اليوم. شكرا سيد علي، ويبدو أن عنوان المقاومة فعلا يجمع ويوحد دائما كافة الفصائل والشعب الفلسطيني ككل تحت هذا العنوان. شكرا أيضا للزميل أحمد غالم مراسلنا من غزة وللزميلة هناء محميد مراسلتنا من القدس المحتلة، وكان معنا أيضا السيد أحمد الصفدي، الشكر الجزيل له من داخل باحات المسجد الأقصى. على رأس الساعة نلقاكم مشاهدينا، إلى اللقاء.